بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حلقة النهاردة معانا في ترند يلا كورة وتحليل مباراة النادي الأهلي ونادي اف سي مصر. مش عايز احلل المباراة اللي بصراحة يعني كمباراة كتوتال، المباراة واضح جدا فارق المستوى ما بين الفريقين، وكان النادي الأهلي بصراحة كان حاسم المباراة واضح جدا من الشوط الأول، طبعا بعد هدف أجايي الصاروخي في الشوط الأول، بعد كده طبعا الجزء اللي عمله مروان محسن هدفين جابهم في بداية الشوط الثاني، لحد ما المباراة بدأت تتقتل فنيا رغم الهدف تقليل الفارق من عند أحمد الشيخ في نادي اف سي مصر. لكن عايز أتكلم على نقطتين. أول حاجة، النادي الأهلي من غير أليو ديانج بيبقى عامل إزاي وأليو ديانج في الملعب، والنقطة الثانية لي طبعا نزول محمود عبد المنعم كهربا في مشاركته الاولى رسميا مع النادي الاهلي بعد انتقاله للفريق خلال شهر يناير. النادي الاهلي وديانج في قلب الملعب شفنا استحواذ كامل لمنطقه نص الملعب، ولو تفتكروا كان في اللي شاف تحليل ترند يلا كوره اول مباريات للنادي الاهلي وتحليل لأليو ديانج، انا قلت ساعتها ان أليو ديانج وانس ان هو هيخش تشكيلة النادي الاهلي فايلر هيحتاج وقت عشان يدور على الاسم التاني اللي ممكن يلعب جنبه، لان ديانج هو افضل واحد ممكن يلعب فيه مركز الهاف ديفند الاهلي، انه اكتر واحد ورك ريت بتاعه عالي جدا، بيخلي دايما الفريق بيجري لقدام ودايما هو مغطي اكبر مساحة من نص الملعب قدام المنافس. نادي اف سي مصر وأليو ديانج في الملعب كان عنده مشكلة كبيرة جدا في مسألة انه يخرج بالكرة من نص ملعبه او حتى يبدأ يلعب الكرة المرتاحة في نص ملعب النادي الاهلي. اول ما أليو ديانج خرج وبدأ يرجع فايلر للطريقة القديمة بتاعته قبل ما يعتمد على ديانج ويلعب بيه حتة 4-1-4-1 بوجود عمرو السولية لوحده قدامه الثنائي وليد سليمان وقفشة، ويعني لحد ما قفشة كان بينزل مع عمرو السولية ويشاركه في الدور الدفاعي، بدأنا نشوف اف سي مصر بيحضر ان هو يجيب هدف علي سفارق. كان عنده كورة في وجهة نظري كانت ركلة جزاء، الكورة اللي كانت مع عند رامي ربيعة كان فيها شك كبير انها ركلة جزاء، واعتقد الاعادة بينت لي نادي ضربة جزاء. كان في هجمات كتيرة لنادي اف سي مصر خطرة على مرمى نادي الاهلي بعد خروج أليو ديانج، وده الامر الاكبر فايلر في الدقيقة 80، وينزل محمود متولي ويلعبه في نص الملعب جنب عمرو السولية عشان يقلل من الضغط. فهنا نقطة مهمة جدا، النادي الاهلي بيظهر بشكل وأليو ديانج في نص الملعب ليه؟ عشان الورك ريت، ورك اكتر لاعب في خط وسط النادي الاهلي بيجري ما بيقفش. تاني، نحسب لاعب خط الوسط من الاجادة للفشل في تحركه بدون كورة. خط الوسط المدافع بتتحرك بدون كورة بتعمل ايه؟ بتتمشى ولا بتهرول ولا بتجري؟ أليو ديانج دايما بيجري، يوم ما يعني بيفكر بيهرول بيمد، لكن قليل جدا جدا ما نلاقيه بيتمشى، عشان كده دايما خط وسط النادي الاهلي مع أليو ديانج بيبقى في حالة مميزة. النقطة الثانية حابب اتكلم عليها، فايلر فاجئنا بان هو اول اعتماد لي على كهربا كان كرايت وينجر، يعني هو اول ما نزل وبدل مرام محسن دخل اجايه لاعبه راس حربة صريح، وودى جيرالدو بقى هو الوينج ليفت، وبدأ يعتمد على كهربا كوينج يمين الى حد ما. احنا طبعا عارفين محمود كهربا هو اصلا ليفت وينجر، وكان معاه الزمالك ايام فيريرا ومع هيكتور كوبر كان دايما بيلعب على الليفت وينج، وكان بيخش لجوه منطقة الجزاء كسترايكر تاني. بس الميزة اللي انا شايفها لمحمود كهربا هيديها للنادي الاهلي هو قدرته ان هو يلعب في المساحة دي، المساحة اللي ما بين المساك وما بين الفول باك، عشان يبقى مهاجم تاني جنب راس الحربة. وهنا ميزة مهمة جدا، ان الاهلي عنده مشكلة في مسألة راس الحربة في الوقت الحالي، لغاية لما نشوف صفقة الناجيري أكي في لاعب لوزيرن السويسري هتكمل ولا مش هتكمل، أو أيا كان المهاجم اللي هيجي. ولكن مهم جدا صفقة كهربا، عشان تاني أرجع أقول اللي شاف التحليل في ترند يلا كرة الأخير لمباراة
المقاصة. كنت انتقدت نقطة مروان محسن ان هو بيلعب في خطة، اي خطة تعتمد على 4-2-3-1 او مهاجم صريح وحيد. مروان محسن ايه مستو؟ مستو لما تلعب له الكروسز ويبقى فيه معاه كذا واحد تاني، يعني لوحده مش هيقدر يعمل شيء، لكن لازم يكون فيه كذا واحد معاه تاني. وطبعا الهدف التاني اكيد طبعا الهدف يحسب بالكامل لأليو ديانج لما لعب الثرو باس لأفشا، وأفشا انتظر مروان محسن برضو هدف كان اعتقد معنوي وحاجة توري ان الروح حلوة قوي ما بين لعيبة النادي الاهلي. لكن انا اشوف ان وجود دخول كهربا تشكيل النادي الاهلي ربما كرايت وينجر يعني كبداية، مش عايزين نحكم عليها بشكل كامل، ولكن الولد كسترايكر صريح هيدي لك بشكل مميز جدا، ولعيب سريع ولعيب قوي في التدخلات ولعيب طويل في الضربات الرأسية. ونفتكر الهدف اللي جابه في ماتش المغرب بين بدماغه، واساسا اذا احتاجت اصلا كهربا هو كليفت وينجر، وبالتالي صفقة مميزة جدا للنادي الاهلي، لعيب يقدر يديك في المراكز الهجومية كلها. واعتقد اكتر مركز ممكن برضو في الوقت الحالي النادي الاهلي يستفيد من كهربا فيه هو مركز المهاجم الصريح، على حسب طبعا ان هو هيبدا من الاساس عشان يريح واحد تاني يكون متعب بسبب الضغط المباريات، او ان هو قاعد على الدكه وبيساهم في الشوط التاني. ده كان تحليل مباراه النادي الاهلي واف سي مصر، ومبروك للنادي الاهلي فوز 10 على التوالي، وبالتوفيق ليهم ان شاء الله في مباراه بلاتينيوم يوم السبت الجاي في دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا كريم.